باشمهندس أشرف على تشريفك والمعلومات اللي حضرتك اديتها لنا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. حاجات كتير قوي بنتعلمها لما بنشتغل مع بعض وبنتشارك عشان نحقق هدف واحد. لو عندك موهبة حتى لو كانت بسيطة، خليك فاكر ان الموهبة دي مش عند ناس كتير. كلنا مختلفين عن بعض، لكن برضو كلنا محتاجين بعض. وخليك فاكر انك ممكن تساهم ولو بجزء صغير، والجزء ده هيفيد ناس كتير. تعالوا نشوف الفقرة اللي جاية ونشوف اصحابنا اتعلموا ايه. انا نرمين محمد، 21 سنة، بكالوريوس خدمة اجتماعية، بحب الكمبيوتر. واحنا في ورش معونة اتعلمنا معنى القيادة. القيادة ان انت تاخد القرارات الصح في الوقت الصح، وان انت تكون حازم مع المجموعة وفي نفس الوقت بيحبوه. وكمان اتعلمنا المواطنة. المواطنة ان انا اشوف اللي قدامي مصري، وان مبادئه تتفق مع مبادئي، وان كمان يكون في عدالة اجتماعية. وكمان اتعلمنا عن المبادرة، ازاي يكون لينا دور فعال ودور ايجابي. وتعلمنا في الورش الفنية مهارات عن التصوير والاخراج والسيناريو. وفي وقت التصوير اتعلمنا ازاي نكون عندنا جرأة قدام الكاميرا، ازاي ان احنا نقدر قدامها نعبر عن رأينا، وازاي لما نستضيف مسؤول مهم نقدر قدامه نعبر عن مشاكل. وبعد ما اشتركت في برنامج اسمعونا، جات لي فرصة ان انا اشتغل في جمعية اهالي الظهرية بالاسكندرية مع فئة اطفال الشوارع. لقيت ان الفئة ديت مهمشة، مع اننا ممكن نستفيد منهم في حاجات تفيد المجتمع. اخر حاجة عايزة اقولها لكم، ان احنا لو بصينا على المشاكل بشكل مختلف ودورنا على اسبابها الحقيقية، ممكن ان احنا نكون جزء منها، وده هيساعدنا على حلها. عايزة احكي لكم عن اكتر موقف مضحك اتعرضنا له، ان في نهاية تصوير حلقتنا الناس اتلموا علينا وكانوا عايزين يتصوروا معانا كاننا نجوم كبار، معرفناش نعمل ايه. الشاب وهو صغير لما يتعود ان هو يحمي مجتمعه، استحالة لما يكبر ان هو يأذيه او يخربه، عشان هو قدر اهميته وعرف اهمية الامن. المشاركة في اللجان الشعبية علمت كل واحد الثقة والشجاعة ومواجهة اي موقف صعب في حياتنا. وافتكر دايما ان دورك النصح والارشاد، وان محدش له سلطة غير القانون، هو اللي يحاسب هو اللي يحكم. حاجز الخوف اتكسر وجي وقت مقاومة الغلط، يعني انت تقدر تقف قدام الغلط وتقاومه في اي مكان انت فيه، سواء في شغلك او في بيتك او في مجتمعك كله، انت تقدر تبقى لجنة شعبية. اتكلمنا النهاردة عن حقنا في المشاركة في حماية بلدنا. استنونا في حق جديد من حقوقنا في برنامجكم اسمعونا. بس البوليس لوحده مش كفاية، الشرطة كمان دلوقتي. اقول لك طيب بصوا بقى، يا ريت تيجي على البلاعات المفتوحة، يا ريت تيجي على الحرائق وبس. يعني هنعمل ايه يعني؟ انا نفسي الحكومة تبص. كان في حريقة في اول في شقة في اول الشارع والمطفيات. وين؟ كان في حريقة في اول وين تاني؟ نعمل لجنة شعبية مهمتها انها تحمي البلد من الحرامية. هنقدر نحل ولو شوية من مشاكلنا. حاجات كتير قوي احنا ممكن نتجمع. ثانية واحدة، الجملة دي بالذات مش حاجات كتير قوي احنا ممكن نقبض عليهم بنفسنا ونسلمهم للبوليس. لا سلمت.